الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قال البنك المركزي العراقي أنه لا يوجد مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي. أضاف البنك أن الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي، ولا توجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف إلا في حال وجود ضرورة قصوى تفرضها التغيرات الاقتصادية، موضحا أن تغيير سعر الصرف بشكل سريع سيربك الأسواق ويضعف الاقتصاد على حد قوله. دعت هيئة السياحة في كردستان العراق الفنادق والمقاهي والمطاعم إلى عدم رفع الأسعار مع تزايد توافد السائحين من مناطق ومدن وسط وجنوب البلاد. وقالت رئيسة الهيئة أمل جلال إن على جميع الفنادق والمطاعم أن تكون أبوابها مفتوحة خلال أيام العيد، مشددة على أنه لا ينبغي لتلك الأماكن رفع الأسعار بأي شكل من الأشكال كان، لكي يتمكنوا من تلبية احتياجات السائحين كافة. كما دعت جلال قوات الأمن إلى الترحيب بالسائحين بطريقة جميلة حضارية. أعلن المشرف العام لجمارك محافظة كرمانشاه غرب إيران بختيار رحماني بور أن صادرات بلاده من البضائع إلى العراق بلغت أكثر من 1,490,000,000 دولار أمريكي عبر المنافذ الحدودية البرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يذكر أن حجم صادرات العراق من البضائع إلى إيران عبر منفذ برويس خان الحدودي البري المحاذي لمحافظة كرمانشاه بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما تتهم مؤسسات معنية بالاقتصاد أن صادرات إيران تتهم صادرات إيران التي تتسبب بالأذى للإنتاج المحلي في العراق. أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توجهه لطلب إصدار عملة نقدية من فئة المليون ليرة في خطوة ذات دلالات متعددة على الصعيدين الاقتصادي والنقدي. وقالت مصادر صحفية أن هذا الإصدار سيسهل التعاملات النقدية ويقلل من المخاطر المتعلقة بحيازة كمية كبيرة من الأوراق النقدية، محذرين في الوقت ذاته من أن ذلك ينذر بالأسوأ، إذ تعكس هذه الخطوة حجم الانهيار الاقتصادي المستمر في ظل غياب المعالجات الجدية من جهة وخسارة العملة اللبنانية لأكثر من 90% من قيمتها نتيجة لهذا الانهيار من جهة أخرى. رجحت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن ترتفع فواتير الكهرباء للأسر البريطانية إلى أكثر من 3,000 جنيه استرليني سنويا في كانون الثاني من العام المقبل، ما يهدد بالفقر لملايين الأشخاص. وبحسب صحيفة الديلي ميل نقلا عن توقعات شركة الاستشارات كورنوال إنسايت، فإن الحد الأدنى لسعر الغاز والكهرباء الذي حددته هيئة تنظيم الطاقة البريطانية للمستهلكين سيرتفع من الرقم القياسي الحالي 1971 إلى 3,245 جنيها استرليني في تشرين الأول، ثم إلى 3,364 جنيها في بداية العام المقبل. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.